التراب اللي في الجو. فالناس بقى متضايقه تراب وبتاع. والله العظيم يا استاذ انا جه في دماغي اللي بيحصل، السيناريو اللي بيحصل دايما حوالين الاهلي، بيبقى السنه كلها جميله ويجوا من ثلاثه تراب يقول لك بصوا التراب، وسايبين كل السنه جميله. بتبقى شايف المنتقدين للنادي الاهلي اللي انت بينك وبينهم مساحات كبيره جدا، ما احنا هنفرق برضه ومناخ وفصول كبيره جدا زي الثلاث ايام التراب وباقي السنه كلها جميله وحلوه، ويمسك لك في الثلاث ايام التراب دول. برضه حضرتك هتفرق بين منتقدين، سواء الانتقاد ده طبيعي وعادي جدا وبنفتح باب المناقشه مع كل قوي الناس. جميل قوي. ان عضو جماعه يوميه جمهور النادي الاهلي زي ما وضحت من شويه، قلت رئيس النادي بحكم ان هو اكثر من تعامل مع الجمهور لانه نجم جماهيري على في تاريخ مصر. بالظبط. يعني دايما كان كلمته لينا ان انت ما جمهور النادي الاهلي يغضب له الحق في الغضب، لان هو ده الجمهور اللي بيشيلنا لما بيكون في انتصار. دول ما فيش عليهم اي لوم فاطلاقا خالص. ما فيش دايما خالص. مرحبين انتقادات عضو جمعيه يوميه لصالح النادي دايما خالص. بالعكس بقول لحضرتك الجمعيه اليوميه اللي فاتت بالزبط. كنا نتمنى ان تكتمل خلاص، فبكل وسائل الاتصال مرحبين بكل حاجه. النوع اللي هو ده انتقاد بقى عشان مش ينال منك، ينال من النادي الاهلي. هو ده قيمه النادي الاهلي. ما بتشغلش بالك بيه. يعني يعني انت يعني يا جميل، يعني الناجح او اللي بيقود مؤسسه ناجحه قدرها كده ده الطبيعي. زي ما بقول حضرتك هو الكيان الصغير ما حدش هيجي ناحيته، الكيان الكبير كل الناس هتهتم بيه، وبعض الاحيان كارهيه اكتر من محبيه بيبقى عندهم الفوكس والاهتمام الجامد جدا لان ده هو ده الكيان الكبير. فاحنا مدركين برضو احنا نمثل ايه، نمثل قامة النادي الاهلي. يعني كلنا يعني انا حضرتك اول ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي، انك تخش قاعه مجلس اداره النادي الاهلي تشعر بالمهابه. الله. بالمهابه والفخر. ده النادي الاهلي. فلو احنا مش مدركين قمه النادي الاهلي يتم التعامل ببساطه مع الحاجات، انما لا، ده كيان كبير قامته كبيره جدا، وبالتالي طبيعي جدا ان يكون مثار حديث ومسار ناس ان هي عايزه تنال منه، فده طبيعي. تيجي نطلع فاصل حضرتك تشرب حاجه سخنه كده ونرجع نكمل الحديث الممتع مع النجم.